مؤسسة طاولة عدد 10 باللي تنظم المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس، مع اشتراك مع جامعة صفاقس، مع المندوبية الجهوية للرياضة والشباب. هذه الدورة عدد 10 ولات من عادات المعهد التحضيري للدراسات الهندسية، اللي نخرجوا منها الطلبة يخرجوا شوية من المقاعد الدراسة ويلتحقوا ويمارسوا الرياضة. التظاهرة هذه شاركوا فيها طلبة من مختلف جامعات تونس، خذت صدى كبير. وفي التظاهرة هذه زاد أعلننا أنه المعهد التحضيري للدراسات الهندسية مش يقوم بتنظيم إيفينمو أكبر من كبير اللي هو أتليتيكس، مش تكون على الإشيال متاع تونس بكل، دورة وطنية في العدو الريفي. إن شاء الله تكون أجواء عجبت الناس الكل، المشاهدين الكل والحاضرين الكل. هي الدورة العاشرة بمشاركة كافة مؤسسات الجامعية، معنا 64 طالب و26 طالبة. أجواء الدورة قاعدة تول، وصلنا تول أدوار ربع نهائية، باش تنطلق الآن دورة خاصة بالأساتذة. عندنا في البرنامج دورة خاصة بالأساتذة، وعندنا دورة خاصة بالإناث، كذلك عندنا حملة تحسيسية صحية، معنا باش نربطوا احنا النشاط الرياضي بعلاقته بصحة الطالب وبتخفيف من الضغط هذاك على الدراسة اللي عليه هو. سنة حميدة بالنسبة للمعهد، وهي من الأحداث المتميزة في النشاط الجامعي في الرياضي الجامعي في صفاقس. طبعا ربما الاختصاص بشكل كبير في المعهد الدراسة التحضيرية، كل الهيكل ساهمت في الحدث هذا حتى نضفي إضافة أخرى ودعم هالنشاط هذا.